الإسكندرية هي مؤسسة وطنية بتعمل دائما مع كافة المؤسسات داخل الدولة لخلق هذا الجيل من الشباب أو تكوين هذا الجيل من الشباب. وفي هذا الإطار فنحن نشهد اليوم إطلاق مبادرة أو برنامج والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة لإطلاق أول برنامج شراكة بينهما ستارز، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم. شرف لي وسعادة بالغة أن أتواجد بينكم نشهد حدث جديد محوره المستقبل الأفضل وعماده الشباب في إطار رؤية مصر 2030، حيث نقوم اليوم بحضور رئيس مجلس وحضور السادة الأعضاء الأفاضل من مؤسسة حياة كريمة بتدشين مبادرة الشباب ضمن إطار مشروع حياة كريمة. برنامج نجوم مصرية هو يعني يسعى إلى تحقيق نجاح حقيقي لبناء قدرات الشباب في المحافظات، ويمكن الانطلاق البرنامج هيكون في ثلاث محافظات في المرحلة الأولى، محافظة اسكندرية ومحافظة الغربية ومحافظة سوهاج، وإن شاء الله يتبعوا بعد كده تطوير أكثر للبرنامج وانطلاقه في محافظات أخرى. وسنسعى من خلال الجلسات المختلفة للبرنامج أن يكون برنامج تدريبي يشمل كافة المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي من خلال إمداد الشباب بالمعلومات والمهارات التي يحتاجونها لمواكبة التطور التكنولوجي. والحقيقة هو يعني برنامج متنوع، في حزم تدريبية كثيرة للشباب الجميع ولتمكينهم، في مكون خاص بالابتكار، في مكون خاص بريادة الأعمال، في مكون أيضا خاص بالتنمية المستدامة والوظائف الخضراء، في مكون مهم جدا خاص بالثقافة العامة والفنون، مع التأكيد على المحافظة على الهوية الوطنية وعلى التراث الثقافي وعلى الذاكرة الوطنية القوية والهوية الوطنية أيضا. أنا يعني نصيحتي ليكم أن أنتوا تستفيدوا من هذا البرنامج التدريبي اللي موجود أقصى استفادة، فرصة أن عندك برنامج تدريبي مدعم من كل جهات الدولة من كل الأجهزة التنفيذية، في النهاية حضرتك هتاخد خبرة وهتاخد شهادة مناسبة لسوق العمل اللي انت موجود فيه.